أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذا هو لقاؤنا مع الأصل التاسع من أصول الدعوة، وفي كتاب الدكتور محمد يسري حفظه الله معالم في أصول الدعوة. والأصل التاسع يتكلم عن الحكمة، هذا أصل من أصول الدعوة وهو الحكمة. ويعني الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وإن كانت يعني أكبر من أن تكون أسلوبا أو أن تعد وسيلة تحقق مقصودا، وكل كلام وافق الحق فهو حكمة قولية. كل كلام وافق الحق يعني وافق الحق من الكتاب والسنة، فأي كلام يتكلم به يعني أي أحد فهو موافق للكتاب والسنة فهو حق، فهذا يسمى حكمة قولية. وكل قول صائب رتب فعلا صحيحا فهو حكمة فعلية، يعني كلام مثلا لو واحد نصح واحد فترتب على هذه النصيحة أي عمل صالح أو أي عمل يعني صواب، فهذا يسمى حكمة فعلية. وكل فعل صحيح أنشأ واقعا مستقيما ومجتمعا صالحا فهو حكمة واقعية. طيب ما معنى الحكمة في الدعوة إلى الله؟ احنا بنتكلم عن إيه؟ أصول في معالي في أصول الدعوة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مأمور بها، وقد قال الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدي كأول وسيلة أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يمتثلوها حين أو إذا أرادوا أن يدعوا إلى الله عز وجل. فالحكمة أيضا هي علم يحصل وتكليف ينفذ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تعريف الحكمة قال: معرفة القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وتفسيره. يعني معرفة كل ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، سواء كان التفسير، سواء كان المحكم أو المنسوخ، أو الناسخ والمنسوخ، المحكم أو المتشابه، ويعني كل ما يتعلق بالقرآن. وهي أيضا يعني بناء على ذلك كل ما يتعلق بالدين، يعني فقه الدين، فقه الأولويات، فقه الأمور التي يعني تقدم، وفقه كيف الوسائل الدعوية، كل ما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحكمة أيضا من ضمن معانيها أن هي إيه؟ الفقه في الدين، فقه هو الفهم الصحيح. وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين كما قال الله سبحانه وتعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهي أيضا محض فضل من الله ومنا كما قال الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فدي يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يلقي الحكمة في قلب الإنسان وفي عقله وفي تصرفاته، فهذا لا شك أنه فضل ومنة ينبغي أن ينسبها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعض السلف قالوا فسروا الحكمة قالوا هي العمل الصالح أو هي العلم النافع والعمل الصالح في تفسير هذه الآية. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قالوا هي العلم النافع والعمل الصالح. ومن أوتي الخير فقد وجب عليه الشكر. لما الإنسان كده ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه الحكمة، طيب هو هذا أوتي خيرا عظيم، فماذا حمكم الله، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يشكر هذه النعمة بأن يعمل بمقتضاها، يعمل بمقتضاها. وكما قلنا قبل ذلك أن مسألة يعني أهمية العلم، أهمية العمل بالنسبة للعلم، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
وكما قال الله سبحانه وتعالى للقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة الحكمة. وكلام لقمان، طبعا لقمان اختلف فيه، ولكن هو صحيح أنه ليس نبي، ليس بنبي، ولكنه حكيم، لكنه حكيم، وقد أوتي الله سبحانه وتعالى أتاه الحكمة، وله يعني كلمات شبيهة بكلام الأنبياء، وهي حكمة ومن فضل من الله سبحانه وتعالى، فأمره الله عز وجل بشكر هذه النعمة. ولأجل هذا وهبه الله تعالى لقلب سيد الأنبياء وإمام الدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكر له الحديث اللي هو لما فرج يعني سقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل عليه السلام ومعه الملائكة، ويعني استخرجوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه بماء زمزم وملأوه إيه؟ حكمة وعلما. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الحكمة، أو يعني طلب الحكمة، ودعا الله سبحانه وتعالى لحبر هذه الأمة، اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا الحبر العظيم، الإمام العالم الكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه، ما اكتفاش بس في كلمة علمه خلاص، لكن علمه إيه؟ الحكمة. وأيضا الحديث المشهور: لا حسد إلا في اثنتين، ومنهما رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى ده الحسد المقصود في الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو الغبطة، اللي هو تمني ما عند الغير بدون أن يزول. الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة سواء أتت إلى الحاسد أو لم تأتي. أما الحسد الممدوح الذي يسمى غبطة هو تمني ما عند الغير بدون إيه؟ بدون زوال. والحكمة يعني من ضمن تعريفاتها يعني التي قالها الإمام مالك رحمه الله ومجاهد، قال: إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. وهي عند التحقيق، قال، هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ده كلام ابن القيم في مدارج السالكين. قال الحكمة هي إيه؟ هي فعل ما ينبغي في على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. يعني هذا ايه؟ تيسير وفضل من الله سبحانه وتعالى الانسان، يعني يوفق الى فعل الاصلح والانفع له في كل وقت. يعني قد يختلف الفعل، وقد يختلف طبعا الفتوى من مكان لمكان ومن زمان لاخر، فيعني الذي يوفق الى الصواب في كل ذلك هذا هو الحكيم. والحكمة الدعوية عبارة عن علم نافع، علم نافع وعمل صالح واتباع كامل وتجربة واسعة تكون حاسة تهدي إلى الصواب والسداد. يعني خلاصة الكلام ده كله إن الحكمة دي تعتبر إيه؟ كأنها خبرة، نتاج العلم النافع والعمل والمشاركة في الدعوة، فنتاج ذلك كله يكون إيه؟ يكون حكمة. الإنسان كده يكون رأيه يعني فيه صواب وفيه تسديد من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن حاجة الدعوة اليوم للحكمة أشد، وضرورتها للدعاة ألزم. يعني إذا كانت الحكمة مطلوبة ومأمور بها فإنها تتأكد وتتعين في هذا الزمان، خاصة الزمان اللي احنا فيه. يعني كما أشرنا قبل ذلك أنه زمان يعني كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الآراء، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وكثرة وجهات النظر، وكل واحد يعني يدافع ويبرر عن مواقفه. فمطلوب أن الإنسان يتحلى بالحكمة حتى يواجه كل هذه الإشكالات. ومع خفوت نور الربانية في الصدور وضعف سطوع شمس الوحي في العقول، اختلط مفهوم مصلحة الدعوة الحزبية بمصلحة الدين الكلية. يعني لما حصل مشكلة ان مسألة الربانية، احنا قلنا رباني قبل كده يعني ايه؟ منسوب الى الرب سبحانه وتعالى وله صفات كثيرة، ويعني ضعف سطوع شمس الوحي. كثير من الناس دلوقتي بتلجأ الى بعض العلوم بعيد عن القرآن والسنة، ومتأثر بكلام الفلاسفة والمتكلمين والمفكرين، ويعني حتى بعض الناس تتطاول كمان ويعني ذهب الى الغرب والشرق، فأدى ذلك الى تغيير بعض المفاهيم
وبعض المعاني من ضمنها مفهوم مصلحة الدعوة الحزبية بمصلحة الدين. واحد كده ممكن يتكلم عن مصلحة الدعوة ويقدم تنازلات علشان مصلحة دعوته هو الخاصة، دعوته هو فلان الفلاني، يقدم عد بعض التنازلات والثوابت التي كان يؤمن بها كلها تنهدم، وفي الاخر يقول لك اصلت ايه لمصلحة الدين. الشيخ سيد قطب رحمه الله في كتاب تفسير في الظلال، في تفسير سورة عبس وتولى، فتكلم عن هذا الامر وقال ان بعض الناس يقدم مصلحة الدعوة ويجعلها صنما يعبد من دون الله عز وجل، فعشان مصلحة الدعوة يحلق لحيته، وعشان مصلحة الدعوة مش عارف يكلم النساء المتبرجات، وعشان مصلحة الدعوة يعني يغض الطرف عن الهفوات ويغض الطرف عن الأخطاء. لا، مصلحة الدعوة لا تكون صنم يعبد من دون الله عز وجل. هو الدين يعني دين الله سبحانه وتعالى دين قوي مستقيم، فمسألة ان هي مصلحة الدعوة مع ان الواحد بيقارن بينها وبين مصلحة الدين، لا شك ان هذا خلط في المفاهيم. وايضا التبست المداراة الشرعية بالمداهنة غير المرضية. المداراة، ايه الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة هي بذل الدنيا من اجل الدين، يعني الواحد بينزل مثلا ويتلطف ويعني يتودد الى الناس حتى يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، بذل الدنيا ممكن يعني يبذل مال يبذل وقت لاجل الدين. اما المداهنة فهي ايه؟ العكس، بذل الدين من اجل الدنيا، فتاوى تطلع عشان ارضاء لبعض الناس ويعني فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، مواقف معينة فيها زي ما قلنا كده يعني الواحد يعني يترك الثوابت والمفاهيم التي كان ينادي بها، فيهم الولاء والبراء ومفاهيم يعني تعظيم الشرع وتعظيم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذه المفاهيم، فتجد الواحد ايه يتنازل عنها علشان يعني امور وان كانت امور اجتهادية ولكن هناك امور واضحة الواحد المفروض يكون موقفه ثابت قبل وبعد واثناء، لكن ما يجيش مثلا حدث معين يخلي الواحد يغير و يعني يغير من مواقفه التي ينبغي ان يكون يعني ثابتا عليها. ايضا هناك يعني بعض الفوارق في مسألة يعني يعني برضو ظهر برضو خلل في مسألة التعريف بين القوة المأمور بتحصيلها وبين العنف والغلظة المأمور بنفيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى امر باعداد القوة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن مش معنى ذلك العنف وما يحدث من تفجيرات وغير ذلك وهي لا يقرها الشرع ولا يوافق عليها لما فيها من إزهاق الأرواح والأمور منافية لشرع الله سبحانه وتعالى، فكل هذا اسمه إيه؟ اسمه خلل في المفاهيم بسبب نقص الحكمة. أيضا من ضمن المفاهيم التي اختلت بسبب عدم الحكمة التفريق بين النصيحة والتشهير. يعني في فرق بين النصيحة ان الواحد يعني ينبغي ان هو دين النصيحة الواحد ينصح اخوانه وينصح نفسه وينصح يعني الاقارب سواء كان في النسب او في الايمان او غير ذلك، فديت النصيحة. في فرق بين النصيحة والتشهير. تشهير ان واحد يعني يسب ويشتم ويتكلم في الاخطاء وكأن المسألة اصبحت مسألة شخصية، فهي ديت ده اسمه ايه؟ اسمه تشهير. وهيجي معانا كمان شوية كده بعض الاثر عن الامام الشافعي في مسألة ان هو ما ينبغي ان تكون النصيحة على الملأ، النصيحة على الملأ فضيحة اللي هي اسمها التشهير. واحد بقى يلبس التشهير والسب والشت يقول لك اصل ديت ايه؟ قول الحق وديت هي النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. لا، ما ينبغي. وبين الانصاف والاجحاف وبين العدل والجور، فكل ديت ايه؟ مفاهيم اختلفت بسبب يعني عدم الحكمة. وهناك ايضا ان بعض الناس يعني يقدم في مواطن التأني، يعني في مواطن تأني الواحد لازم ايه يتأنى ولا يتسرع سواء كان في الفتوى او اتخاذ الموقف، الواحد يدرس الموقف ويشاور فيه اخوانه وغير ذلك، فيقدم في هذا الموقف ويظن ان ذلك شجاع، والعكس في مواطن الاقدام ويقول لك ديت ايه حكمة، يتأنى ويتباطأ ولا يشارك في الدعوة ولا يشارك في كثير من الأمور ويدعي أن ذلك حكمة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بوصل. كل واحد إيه يقول لك أنا عشان خدمة الشريعة وعشان مش عارف حقن الدماء وعشان كذا وكذا وكذا، كل واحد يقول الكلام ده، ولكن في الحقيقة إن غابت الحكمة عن كثير من الناس.
فبعد كده الشيخ محمد يسري بيقول يعني ولا يتهيأ الدعاء لتحصيل الحكمة العلمية والعملية إلا بتخلية عن الآفات وتحلية من الصفات تبعث الحكمة وتباركها وتزكيها. ومن تلك الصفات يعني لابد من التحلي بصفات والتخلي عن آفات. طب إيه هي الصفات الواحد يتحلى بيها علشان يعني يرزق وتيسر له الحكمة؟ أولا الإخلاص والتجرد، ودي صراحة مرت علينا في كثير من أصول الدعوة، وهذا الأصل دائما وأبدا يكون معنا، لأن الإخلاص يعني حاجة إيه خاصة بالنية، وإحنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد الإنسان يعني يخلص نيته في كل عمل وفي كل موقف وفي كل رأي، فينبغي أن يحدث الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. فمن أخطر ما يهدد الداعية ودعوته أن يدعو لنفسه. إيه بقى ينافي الإخلاص؟ أن الإنسان يدعو لنفسه، لشخصه فلان الفلان أو جماعته، بدلا من أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ومن آفاته أيضا أن يرى عز نفسه بالعلم والدعوة ونقص غيره بالجهل والتقصير، وده اللي بيسموه الكبر، إن الواحد كده يتكبر يفكر أنه هو الذي يعلم وكل الناس جهلاء، هو الذي يفهم وكل الناس يعني حمقى، فكل الكلام ده إيه؟ هذا من الكبر، والذي ينافي الإخلاص في الدعوة. ومن آفة عدم الإخلاص التحاسد والتغاير الذي يكون بين الدعاء. مع الأسف الشديد أحسن أحيانا يحصل تحاسد ويصدر تصدر بعض الأمور التي ما ينبغي أن تصدر من أحد الناس، فضلا عن أن تصدر من يعني أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الديانة. ولا يمت إلى الصدق بصلة، ولا شك أن اتباع الهوى هو السبب، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أيضا من الأمور التي أو الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان لكي يصيب الحكمة العلم والفهم. في فرق بين العلم والفهم؟ العلم الفهم شيء زائد على العلم، يعني العلم كلاهما مطلوب لكن الفهم شيء زائد عن العلم. الدليل إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، لما حصلت مشكلة كده وحكم فيها داود وسليمان عليهما السلام، فحكم داود بحكم، ثم لما جاء الناس إلى سيدنا سليمان فحكم بحكم آخر، فسليمان كان هو المصيب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى حكم لسليمان بالفهم ففهمناها سليمان، وأقر لكليهما بإيه؟ بالعلم، وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان عليه السلام بالفهم، فدل ذلك على أن الفهم شيء زائد عن العلم، يعني العلم الواحد يعني يتعلم الكتاب والسنة وما يتعلق به سواء كان تفسير أو شرح وغيره، والفهم يكون شيء زائد. ولذلك حتى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلناه قبل كده، اللي هو دعاء اللي كان بيقوله في قيام الليل، اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني هناك بعض الأمور فيها خلاف في الحق وأحيانا بيحصل فيها اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهد إذا يعني اجتهد في معرفة الحكم فإن أصاب فله إيه؟ فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم اللي هو الذي يحكم في المسألة، مش حاكم اللي هو يعني الرئيس يعني، لا، إذا اجتهد الحاكم اللي هو المجتهد يعني فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. يعني لما يصيب يأخذ أجر الاجتهاد التعب وأجر الإصابة، وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب إن أخطأ يكون له أجر واحد، لأنه لم يتعمد الخطأ، بل اجتهد وسعه لكي يحصل الصواب. نعم؟ لا، هو النص الحديث كده، نص الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب، بس معنى الحاكم إيه لما نرجع للشرح؟ قالوا الذي يحكم في المسألة، يعني يحكم في المسألة يعني المجتهد يعني. وقد قال الله سبحانه وتعالى يعني عن يعني بقى منته لبعض أنبيائه بالحكمة أو العلم مع الفهم، يعني
قال الله سبحانه وتعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما، وكما قال الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ده عن مين؟ عن يوسف عليه السلام. والحكم هنا بمعنى الحكمة، بمعنى إيه؟ معنى الحكمة. ومن تمسك بغير أصل زل، ومن سلك طريقا بغير دليل ضل. من تمسك بغير أصل زل، يعني يزل ويخطئ. ومن سلك طريقا بغير دليل، يعني ما فيش علامات تيسر له هذا الطريق، وحما يمشي في طريق كده لازم يكون فيه إيه؟ علامات وإشارات والبلد الفلانية بعد كذا. الذي يسلك طريق بغير دليل، فيش أي أدلة ولا إشارات ليه، يضل أكيد أنه هيروح يمين وشمال ولن يصل إلى يعني بغيته. فكذلك برضو الذي يريد أن يعرف الأحكام الشرعية بدون أن يسلك الطريق الحقيقي لو طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذي أشرنا إليه مرارا، فلا شك أنه يضل ويعني يفهم خطأ. وقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الحكمة بالعلم الصحيح الذي يبعث الإرادة إلى العمل النافع، وهذا أيضا من إيه؟ من معاني الحكمة، العلم الصحيح الذي يبعث الإرادة إلى العمل النافع. الإنسان يوافق إلى عمل نافع بعد علمه، فلا شك أن هذا من الحكمة. والفهم أيضا له دوره في تحصيل الحكمة، فلا شك أن الفهم ده موضوع يعني مهم جدا، ينبغي على العبد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الفهم الصحيح. أيضا من ضمن الأمور اللي هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان لكي يعني يصيب الحكمة، التجربة والخبرة. تجربة أن الواحد إيه؟ يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقع في بعض الأخطاء، ولكنه يظل يدعو ولا تكون هذه الأخطاء معيقا له عن إكمال المسير. مش عيب أن الواحد يغلط، لكن العيب إيه؟ لكن العيب أن يتمادى في الخطأ، يستمر على هذا الخطأ. ممكن الواحد يغلط مرة واثنين، وكل هذه الأخطاء عبارة عن خبرات. المفروض الواحد ما يغلط مرة في الدعوة يبقى المرة اللي بعدها إيه؟ لا يخطئ في نفس الخطأ، يخطئ يعني خطأ آخر. فالتجربة اختبار الأمور وصبر لها، صبر اللي هي مسألة يعني إيه؟ استطلاع الأمور ومعرفة يعني ما يتعلق به. فجاء في الحديث حسنه بعض أهل العلم فلا حكيم إلا ذو تجربة، يعني الحكيم ما يطلعش إلا ما يكون إيه؟ صاحب تجربة. وقال الحسن في قول الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي بلغ 40 سنة. ومما يتعلق بمسألة التجربة والخبرة مسألة الإيه؟ الاستشارة. إن الواحد دايما إيه؟ يستشير يعني أصحابه، يستشير أهل العلم، ويستشير الأسبق منه سواء كان في طريق الدعوة أو في طريق يعني حتى لو أمور دنيوية، يستشير الأكبر منه سنا. فمما تكمل به عقول الرجال الاستشارة. وقد قيل الرجل الكامل هو من له عقل ويستشير، له عقل ويفكر ويفهم وإيه كمان؟ ويستشير، ما يتكبرش، لا يتكبر عن الاستشار. وما خاب من استشار، وما ندم من استخار. فالإنسان الذي يستشير هذا الرجل الكامل. ونصف رجل هو من له عقل ولا يستشير، اللي ليه عقل وبيفهم كويس بس ما بيشاورش حد، هذا إيه؟ نصف. طيب فاضل إيه؟ لا فاضل مش حاجة خالص، ولا شيء، وهو من لا عقل له ولا يستشير. هذا لا شيء، لا عنده عقل ولا يستشير أحد، فهذا يعني لا شيء. أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان ليحصل الحكمة الحلم والرفق، الحلم والرفق. وإلا التسرع هذا ليس من صفات المؤمن، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على بعض أنبيائه بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الحلم، وقال إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فكلمة هونا يعني يمشي إيه؟ بتأودة وطمأنينة. فالحلم والرفق مطلوب. ونتذكر كلمة الشيخ محمد حسان يعني حفظه الله قال إيه؟ إن في بعض الإخوة كده بتخلط بين الدعوة والجهاد في سبيل الله، وتلاقيه مثلا إيه؟ غليظ كده وجاف في دعوته وبيتخانق مع الناس ويعني يفعل هذه الأفعال، وهذا ليس من الحكمة طبعا. لأن ويظن يقول لك لا الدين، ويعني يظن أن هذه حماسة، ولا شك أن هذه حماقة وليست حماسة. ولكن كما قال الشيخ محمد قال أن الحكمة والرحمة، اللين والرحمة مع الدعوة على طول الخط،
والغلظة والشدة مع الجهاد على طول الخط. ما ينفعش ان احنا نخلط بين الاثنين. في الدعوة قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ده فين؟ في الدعوة. اما في باب الجهاد: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وايه؟ خليك رحيم كده وعرفهم سماحة الاسلام لا لا لا، مش هذا الموطن. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ففي باب الدعوة لابد من الحلم والرفق. وسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. لم يكن يزيده شدة الجهل عليه، يعني مهما جهل عليه الناس ويعني مثلا أخطأوا في حقه، وطبعا في طريق الدعوة الإنسان هيجد صد وتكذيب واستهزاء وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيكون أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل عنه أنه شاعر، وقيل عنه أنه مجنون، وقيل عنه أنه ساحر وكاهن وغير ذلك. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدميت قدمه الشريفتان في قصة الطائف اللي هي المشهورة، جزاكم الله خير، اللي هو لما يعني قذفوه بالحجارة حتى أدميت قدمه الشريفتان. فطريق الدعوة لابد أن يحدث فيه مثل هذه الأمور. وزي ما لقمان الحكيم قال لابنه في آخر النصيحة خالص، قال إيه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالحلم والرفق ده مطلوب من الداعية، لأن الداعية لا يتشفى لنفسه. احنا أكتر من مرة ذكرنا قصة الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قذفه الصبيان والحجارة وملك الجبال جاء يريد أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وأهل الطائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. هذا الحلم. الحلم مطلوب دائما وأبدا في الحلم والرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد يعقوب كان بيضرب مثال كده ظريف، كان حصل له موقف زمان خالص قبل ما أيام كانوا يعني الشيخ كان بيركب الترام تقريبا المترو يعني، فبقول له واقف كده ففي واحد كده اللي هي الكاوتش اللي هم بيمسكوا فيها ايديهم، فواحد واقف جنب الشيخ كده فعايز يعني عكسه شوية أو يضايقه أو عايزه يعني يجهل يعني، فيجيب اللي هي الكاوتش دي ويروح جاي إيه ماسكها كده، وطبعا هو متعمد، ويروح جاي خابطها فين؟ في وش الشيخ. فالشيخ محمد يعقوب ما كان منه الا ان قال له ايه؟ قال له: جزاك الله خير. فبعد شويه كده فضل ماسك الحديده كانها يعني تفلت من ايده يعني، ويروح جاي خابطها في وش. فالشيخ برده يقول له ايه؟ جزاك الله خير. ثالث مره او رابع مره فبيقول له ايه؟ جزاك الله خير. قال له: والله يا شيخ انت هتفرسني والله، يعني انا قاعد ايه استفز فيك وانت برده يعني هو في ايه؟ قال في الاخر بقى تعرف عليه: طب انت بتعمل كده ليه؟ طب ينفع الكلام ده؟ وصار من الملتزمين الذين يصلون مع الشيخ في المسجد بتاعه. وكان هذا الموقف من الشيخ كان سبب في التزام هذا يعني الاخ. فطبعا مساله الحلم والرفق ده يعني امر مطلوب في طريق الدعوه دائما وابدا. ايضا من الامور او الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها صاحب الدعوه لكي ينال الحكمه: الاناه والتثبت. الاناه اللي هي التمهل، في فرق بينها وبين يعني الاناه بين التباطؤ وبين الاندفاع، دي اللي هي الحاله الوسط بين الواحد يتباطأ يعني لا يؤدي الواجب اللي عليه، وبين الاندفاع ان هو يتسرع. فدايما كده ايه كلا طرفي قصد الامور ذميم. فالاناه ضد العجله، ضد الاستعجال، وهي مظهر من مظاهر الصبر وسبيل قاصد لاقتباس الحكمة، وهي التصرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ، بين الاستعجال وبين اللي هو الكسل يعني. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. يبقى الواحد كده ما يستعجلش في الايه؟ في الحكم على الناس. مش أول ما اسمع حاجة عن واحد يبقى يعني أصدر عليه الأحكام أو أن أنا أتسرع، لا، لابد من التثبت والتبين. لكن طبعا دلوقتي أول ما حد بيسمع عن أي حاجة يعني ما بيصدق أنه يسمع حاجة ديته، ومش عايز حتى كأنه مش عايز إيه هو يعني سمع عن واحد حاجة خطأ، يعني أن واحد فلان من الناس ارتكب خطأ معينا، فكأنه مش عايز يسمع تكذيب هذا الخطأ. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ذاما للعجلة ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومهم بعده
أن هو لا يستخفنك، أن هم لا يجعلونك خفيفا، يعني تصدر عليهم الأحكام أو تعاقبهم بسرعة قبل أن تتبين وتتثبت. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتأودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والتأودة اللي هي التأني، اللي هي الأناة اللي احنا بنتكلم عنها، الأناة والتثبت. إلا أن العجلة في طاعة الله لا تذم. طبعا العجلة دي اللي احنا بنتكلم عليها في مسألة اتخاذ المواقف أو الحكم على الآخرين، لكن الاستعجال في طاعة الله سبحانه وتعالى مش معناها بقى ان الواحد طب انا هصلي تراويح النهارده ولا مش هصلي، يبقى الواحد يتوقف بقى ويتبين وتخطي التوقف والتبين طبعا في وينتظر كده. لا، العجله مطلوبه فين؟ هي طبعا دي لا تسمى عجله، احنا بس بنسميها كده من باب يعني تسميه الشيء، لكن هي الصح ان هي تسمى مسارعه، مسارعه الى الخيرات. وقد قال الله سبحانه وتعالى وعاجلت اليك رب لترضى. فيستثنى من ذم العجلة ما لا شبهة في خيريته، طالما في الشبهة سواء موقف أو يعني تصريح معين أو يعني أي أمر خاص بالدعوة، طالما هي أمر في الخير أو أمر في الطاعة فهذا يسارع فيه، كما قال الله عز وجل أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، هذا هو الشاهد. وحتى في مسألة الأمور الخير دايما تلاقي كلمة المسابقة ومسارعة، سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، دايما مسابقة. أما في أمور الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، في الأمور الدنيا الواحد يتمهل، أما في أمور الآخرة وأمور الخير فالمسارعة والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التأودة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ولما كانت الحكمة أصلا يعني كل هذه الأمور اللي احنا تكلمنا عنها دي الواحد مطلوبة من الإنسان يفعلها حتى ينال الحكمة، الإخلاص والتجرد، العلم والفهم، التجربة والخبرة، الحلم والرفق، الأناة والتثبت. بعد كده الشيخ محمد يقول يعني: ولما كانت الحكمة أصلا علميا وعمليا منه تنطلق الدعوة به وبه يتحلى الدعاء، فإنه يحسن في هذا المقام الإشارة إلى معالم الحكمة ومظاهرها في الدعوة إلى الله تعالى. ومن ذلك يعني بعض هناك معالم، احنا بنتكلم عن معالم في اصول الدعوه، فايه هي معالم الحكمه؟ يعني ايه اللي هي الدلائل التي تدل على ان الانسان سلك طريق الحكمه؟ اولا احكام فقه الاولويات العلميه والعمليه، مساله الاولويات ومساله التدرج في الدعوه. واحنا ذكرنا ايضا قبل كده قصه مين؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه، ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال انك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن هم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم أن هناك زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالشاهد كلمة فإن هم أجابوا لذلك، يبقى كده تدرج، لأنهم أهل كتاب يعني مش مؤمنين، فأول حاجة وأهم حاجة التوحيد، بعد كده الصلاة، بعد كده الزكاة، الشرائع بعد كده. فبرضه مسألة التدرج في الدعوة مطلوب. وإحنا قلنا أيضا إن هو أن الإنسان الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يطالب الناس من حيث انتهى هو، يعني كده الواحد يفتكر أول ما بدأ كان كان الواحد برضه ما يعني الإنسان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، برضه الواحد ما كانش ملتزم، فكيف بدأ التزام وبدأ كده خلاص يعني بقى فلان الفلاني أو الشيخ فلان وكده؟ لا، هو يعني كان له أيضا بدايات. فكذلك برضو ابدأ مع الناس من حيث بدأت وليس من حيث انتهيت. انت راجل دلوقتي بقى ليك سمت وبقى ليك يعني اتباع للسنة وبعض العبادات وبعض المشاركات في الدعوة و مش معقول ان انا واحد لسه يعني في الشارع كان بيدخن وما كانش بيصلي وكان يعني ممكن حتى يقع في بعض الامور الشركيه وانا عايزه يجي اول يوم ما يدخل المسجد يبقى يعني شيخ وعالم كبير. لا، لابد من التدرج والبدء بالاهم فالمهم. يعني لو افترضنا ان واحد بيدخن وما بيصليش وبيطوف حوالين القبر، نبدا بايه؟ نبدا بالتوحيد الاول، توحيد نعرفه يعني أهمية التوحيد، فضل التوحيد وكلام ده، الطواف حوالين القبر ده منافي للتوحيد، ثم نكلمه عن الصلاة، ثم التدخين بعد ذلك. ما يجيش بقى يعمل البلاوة دي كلها وقعد أقول له التدخين حرام ولا يجوز وأضرار وكذا 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 وهو أصلا
يعني هو اصلا يعني في موال تاني. فمساله التدرج في الدعوه دي مساله مهمه، احكام فقه الاولويات العلميه والعمليه. فطبعا يبدا بالاهم وينتهي بالمهم، ويفقه يعني احكام الشريعه ومراتب الاعمال، وهناك ضوابط وقواعد، وبرضه هذه الامور الواحد يعني يحصلها من كتب الاصول، ينبغي الواحد يعني يطلع عليها. وهذا الذي يسمى بفقه فقه الاولويات، والذي يعرف بانه العلم بالاحكام الشرعيه التي لها حق التقديم بناء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي تعمل فيه. يعني حتى المكان الواحد بيدعو فيه، في فرق بين الواحد ما يدعو في المدينه برضه بيختلف عن القريه، بيختلف عن بلاد غير المسلمين، بيختلف عن البلاد اللي هي في بعض البلاد المسلمين واصيبت باللوثه العلمانيه وبعد يعني كثير عن دين الله تبارك وتعالى. فكل مكان له ظروفه الخاصه التي ينبغي على الانسان اللي هو الحكيم، الحكيم في الدعوه، ان هو يشوف بقى ايه. وطبعا هذه لا تاتي الا زي ما قلنا كده بالخبره واستشاره يعني اهل العلم وتعلم من يعني اخبار السابقين. ايضا من المعالم الحكمه مراعاة التفاوت في اصناف المدعوين، مراعاة التفاوت في اصناف المدعوين، وذلك لان المدعوين اصناف متفاوته، فمنهم مثلا الملحد الجاهل، ومنهم الوثني، ومنهم اصحاب الكتب، ومنهم المسلمون المقصرون. كل واحد له خطاب غير الاخر، مش كلهم هيخاطبوا بخطاب واحد. افرض واحد ملحد ولا يؤمن بالقران، بس انا اقول له اصل ربنا بيقول في القران كذا وكذا، هو اصلا مش مؤمن بالقران، مش مؤمن بالله اصلا، يعني هو ليس مش مؤمن ايه بالله عز وجل، فكيف يستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى؟ اما مثلا المسلم المقصر دوت ايه، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، او اكيد ما اقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اكيد هو ذكر. فكل واحد يكون له خطاب يناسبه. ولا شك ان طبائع النفوس يعني تختلف ايضا من شخص لاخر. ويعني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. يعني في بعض الناس ممكن يدعو ويفتن الناس، تكلم في امور مش مناسبه للناس، تكلم في قضايا كبيره، قضايا مثلا انت بتدرس عقيده وبتدرس مثلا بعض القضايا اللي هي من دقائق القضايا، فبعض الناس ممكن لا تستوعب مثل هذا الكلام. ينبغي يعني ان الواحد يكون حريص ان هو هل الكلام ده يكون مناسب للناس ديت ولا لا. هل يناسب ان الواحد يكلمه مثلا عن مساله فتنه خلق القران؟ الناس اصلا ما تعرفش حاجه اسمها خلق القران اصلا، لكن طالب العلم ينبغي ان يتعلم هذا العلم. اما عوام الناس فهم ليسوا بحاجه الى معرفه يعني مثل هذه الامور، برضو بعض الامور الخاصه بصفات الله سبحانه وتعالى لدقائق الايه المسائل وهكذا. فلا بد من يعني مراعاة التفاوت بين أصناف المدعوين، وهذا من الحكمة. أيضا من ضمن معالم الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل اختيار أفضل الوسائل والأساليب الدعوية. اختيار إيه؟ أفضل الوسائل والأساليب الدعوية لأن اختيار الوسائل طبعا من الأهمية مكان. يعني كيف معنى كلمة الوسائل؟ يعني إيه؟ يعني كيف ندعو إلى الله عز وجل؟ إيه هي الوسيلة؟ ممكن يكون بالكلمة، ممكن يكون بأن الواحد يعني يوزع بعض زمان كان يقول الأشرطة، دلوقتي مثلا الأسطوانات، أو أن هو مثلا بعض الكتيبات، أو بعض الهدايا، أو أن هو يستخدم أسلوب من أساليب الدعوة. كان زمان الإخوة هنا بيعملوا حاجة اسمها قافلة دعوية، مثلا يبقى فيه بعض الاخوه يخرجوا في الشارع او حوالين المسجد يدعو الناس الى الصلاه والى الالتزام، ويدعو مثلا لو كان في درس ولا حاجه في المسجد. فدي اسمها ايه؟ اسمها وسائل دعوي. لكن ينبغي مراعاه يعني مساله مهمه، ان الوسائل للوسائل احكام الغايات والمقاصد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا كانت المقاصد نبيله وساميه فلا بد ان تكون الوسائل مشروعه، لان احنا في حاجه اسمها في حاجه كده عند الغرب اسمها المذهب الميكافيلي او المبدا الميكافيلي، اللي هو بيسموه ايه هو بيقولوا عليه ايه، الغايه تبرر الوسيله. يعني طالما ان انا غايتي كويسه فاستخدم لها اي وسيله. واحد عايز يتصدق على الفقراء وينفق عليه، ايه رايكم في الغايه ديت؟ فيجوز لي ان هو يسرق ويغش وكده. ادهم الشرقاوي يقول لك كان ايه، بيسرق الناس ويروح يوزع بقى على الفقراء والمساكين وصار بطلا من الابطال. ده حرام ولص اصلا وسارق
وقطع طريقه ومفروض يقام عليه حد الحرام لو احنا يعني حكمناه بمحاكمة الشرع. فالغاية احنا عندنا في الإسلام أن الغاية لا تبرر الوسيلة، إذا كانت الغاية صالحة فلا بد أن تكون الوسيلة إليها أيضا إيه، لا بد أن تكون الوسيلة إليها يعني مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد الصحابة اسمه أبو إسرائيل فوجده يقف في الشمس والناس يعني إيه تهش عليه، الناس قاعدة تهو عليه كده، فقال ما باله؟ فقال يا رسول الله إنه نذر أن يصوم وأن يقف ولا يستظل، إنه يفضل صايم ويقف ولا يستظل. ليه عايز يعمل كده؟ ليه؟ طاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الغاية إيه؟ الغاية جميلة، لكن الوسيلة إليها فيها بدع. إيه اللي مشروع في هذه الأمور الثلاثة؟ هو نذر أن يصوم ويقف ولا يستظل، اللي مشروع الصيام. أما الوقوف لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب، عدم الاستظلال بالشمس أيضا لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى أيضا بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، يقعد ويستظل وإيه ويكمل صيام. الأمر المشروع نقر عليه لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، الوسيلة هنعمل بدع علشان نطيع ربنا سبحانه وتعالى فهذا أيضا إيه خطأ، لأن الوسائل يعني للوسائل أحكام الغايات والمقاصد، كما يتأكد الاهتمام بتجريد وتنقية كل وسيلة يختلط فيها الحلال بضده، برضو كذلك الوسائل في الدعوة لابد أن تكون مشروعة. يعني بعض الناس مثلا كان يقول لك أن التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة، تمثيل التمثيليات اللي هم بيعملوه، وعلى فكرة مش حاجة اسمها تمثيل إسلام، فيش الكلام ده، الكلام ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الحديث اللي صححه عن أهل العلم قال نهيت أن أحاكي أحدا، انه يقلد واحد ويعمل زيه ويمشي مشيته ويتكلم بكلامه ويتسمى باسمه وهو ليس كذلك، حتى لو قلنا يخلو بقى من النساء ويخلو مش عارف من العدم مش عارف ايه وكلام كده. المهم التمثيل، مفيش حاجه اسمها تمثيل اسلام هذا. والاسلام زي ما الشيخ محمد يعقوب كان دايما يقول ان الاسلام لا ينبغي ان يكون رد فعل، مش كل حاجه الغرب هيعملها يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نعمل زيها. يقول لك مثلا تمثيل يبقى لازم ايه تمثيل اسلامي، غناء يبقى فيه غناء اسلامي، رقص يبقى فيه، ينفع الكلام ده؟ يقول لك واحد هتبقى محتشمه وكده وهو ده الاسلام الجميل اللي احنا عايزينه، طبعا كلام فاضي. فهذا لا يصح ولا يليق ان المسلم يكون رد فعل لغيره، انما هو الفعل الاسلام هو الاصل. فلا بد من تنقيه كل وسيله يختلط فيها الحلال بضده، وكذا في الكف عن الوسائل المختلف في حكمه، لو حاجة كده فيها شبهة والاختلاف يبقى الواحد ايه يبتعد عنها افضل، الا عند الضرورات وما ينزل منزلتها منزلة الحاجات الملحة، وهذا لا يحدده الا يعني اهل العلم الكبار. وبعد كده ذكر كده الشيخ كده مثال، وقد امر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهما السلام بإلانة القول مع فرعون، فقال الله تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني مهما كان الإنسان يعني في طغيان أو في جبروت أو كده، ولكن لابد أن الواحد برضو إيه أثناء الدعوة لابد من إلانة قول، لن تجد يعني أعتى من فرعون ولن تجد أهدى من موسى عليه السلام في زمان. فأمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون بإلانة قول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وما ألين ما خطب به إبراهيم عليه السلام أباه ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى كلمة يا أبتي نفسها مالوش يا أبي، يعني يا أبتي هذه فيها إيه تشويق أو يعني فيها تذلل للأب، يعني إنه عشان إيه عشان يعني يقبل الدعوة، زي كلمة يا بني كده تصغير الابن. فكل هذا مما يعني فعله إبراهيم عليه السلام، ويا أبتي لا تعبد الشيطان، ويا أبتي إني قد جاءني من العلم، وأخذ يعني يذكره بطريقة لطيفة. وفي الآخر كمان إيه أبوه قال له إيه، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك فهجرني ملي. إيه اللي حصل؟ روح بقى في 60 كذا وإن شاء الله مع أنكم استفدتم وكذا. لا 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 لا، هذا ليس خلق الأنبياء. فقال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي، والقصة طبعا معروفة وربنا سبحانه وتعالى نهى عن الاستغفار بعد ذلك، لكن هو إبراهيم رد عليه إيه سلام عليك. فهذا هو أيضا يكون واجب الدعي، وهذه الوسيلة مشروع. ومن حسن القول يعني من ضمن الوسائل بقى في الدعوة، من حسن القول التعريض دون المواجهة،
يعني دايما الواحد ايه والإشارة قبل العبارة والتلميح دون التصريح، كل ديت ايه معاني مترادفة، ان الواحد مش دايما ايه يكون صريح او يعني يكون يواجه الانسان، لا لابد الواحد يستخدم طرق اخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى من بعض اصحابه شيء قال كان يرقى المنبر او يخطو فيه ويقول ايه ما بال اقوام، ما يقولش فلان او فلان الا لما يكون مثلا بينك وبين فلان دوت عشم او انه يقبل كلامك اه، لكن ما زي ما احنا قلنا مسألة النصيحة اللي هي بتكون يعني على الملأ فهي فضيحة، فكذلك لم يغل الواحد يستخدم وسائل قبل هذه النصيحة المباشرة. ولذلك قيل من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. والإمام الشافعي لي أبيات جميلة في هذا المعنى يقول تغمدني، هو الشيخ مش ذكرها بس أنا هقولها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تلق طاعة أو إذا لم تعط طاعة. بقول له إيه تغمدني النصيحة في انفراد، عايز تنصحني بقى بيننا وبين بعض كده، تفضحنيش وتعمل لي بقى يعني يعني منظر كده قدام الناس، لا هو يعني ده ما ينبغي. وجنبني النصيحة في الجماعة، لأن النصيحة على الملأ فضيحة كما يقال يعني، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لأرض استماع، أنا مش يعني أصلا أنا بشر ما أناش ملك يعني ولا معصوم، فأكيد إن الحاجة ديت إيه هتزعلني أو يعني تؤثر في قلبي. وإن خالفتني وعصيت قولي، لو أنت بقى ما عملتش كده ويعني عملت لي بقى يعني فضيحة قدام الناس، فلا تجزع إذا لم تلق طاعة، ما تزعلش بقى لما أنا إيه ما استجدتش لكلامك ولم أطيعك. فايضا ينبغي ايضا من ضمن الحاجات اللي ينبغي ايضا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى المداراه والرفق بالجاهل عند التعليم وبالفاسق عند الانكار. يعني المداراه اللي احنا قلنا عليها، احنا قلنا في فرق بين المداراه وايه لسه قايلين من شويه، والمداهنه. المداراه مطلوبه، اما المداهنه فهي يعني ممنوعه. المداراه مطلوبه اللي هي بذل الدنيا من اجل الدين، ان انا بترفق وبتلطف مع الناس، اما المداهنه اللي بذل الدين ان الواحد يتنازل عن ثوابته من اجل الدنيا فهذا هو الممنوع. فمن ضمن انواع المداراة الرفق بالجاهل عند التعليم. واحد جاهل ما اقولوش بقى انت جاهل وما انتش فاهم حاجه وما انتش عارف اي حاجه وانتو يعني الواحد يعني يسفه الناس، لا هذا ليس من الحكمه في التعليم. الرفق وبالفاسق عند الانكار، الواحد ما ينكر عليه برضه لازم ايه يتلطف كده علشان تكون النصيحه والدعوه ملبسه يعني يعني كده حاجه كانك بتدي الواحد يعني هديه. فمساله ان الواحد يعني الفاسق لابد ايضا ايه ان الواحد يتلطف ويترفق به حينما يعني ينكر عليه حتى يستجيب، لان هي كده النفس جبلت على ان الواحد ايه بيكون يعني رد فعل، لو انت هتقابله بعنف وبشده فكذلك ايضا ايه لن يستجيب، وهذا ليس من سلوك الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم أوذي وكم يعني حدث له من أحداث عظيمة ولا زال في يعني اللين والرفق والرحمة بالأم، حتى كان يصل إيه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومن أساليب الحكماء، من أساليب الحكماء احنا قلنا إيه استخدام الأساليب المشروع، من أساليب الحكماء إقالة العثرات والغض عن الأخطاء. إقالة العثرات جاء في الحديث أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم. لو انا واحد عارف ان هو راجل كويس ومحب للدين ويعني له فضل كبير وله يعني منزله وله تاريخ وغلط غلط ما امسكلوش السكينه بقى سن السكينه، ويعني انه ده فلان دوت لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويعني من افسد الفاسدين وتوصل بقى للتكفير كمان، لا لا ليس هذا سلوك المسلم ابدا. فمساله اقاله العثرات ان ما لو الانسان اخطا فلا بد ان هو يبقى فيه ميزان، المسلم يكون عنده ميزان حقيقي يزن به الحسنات والسيئات. زي ما قلت لكم قبل كده اللي هو الشيخ محمد يعقوب برضه لما كان قدامنا كوب كوبايه كده فيها نصها ميه، فلو قال احنا لو سالنا سؤال وقلنا الكوبايه ديت مليانه ولا فاضيه، فالمتفائل زياده عن اللازم هيقول ايه مليان، والمتشائم زياده عن اللازم هيقول فاضي، اما المنصف هيقول ايه نصها مليان ونصها فاضي. فكذلك برضه المنصف في احكامه على الناس انه يقول ايه الانسان اذا كان سوف يحكم على احد او يتكلم عنه يذكر ما له قبل ان يذكر ما عليه، يذكر اللي ليه اللي فضله قبل ان يذكر ما عليه. دي مساله مهمه جدا يا اخوان، طبعا يعني وقع كثير من الناس في هذا الزمان خصوصا
تدخل بقى على الفيسبوك وعلى التويتر وطبعا الانفتاح اللي حصل مع النت، تلاقي شتيمة وسب في العلماء وتكفير وتبديع وتفسيق وتخوين و و و وكل دوت. يعني ليس من سلوك المسلم أبدا، ليس من سلوك المسلم وليس من سلوك الداعي. فلان أخطأ يبقى يعني يتكلم عنه بالخطأ اللي هو على قد الخطأ اللي هو أخطأ، ما يبقاش إن إحنا نكبر الموضوع يعني زيادة عن اللازم. فإقالة العثرات والغض عن الأخطاء. ويعني ذكر الشيخ هنا قصة مين؟ قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، قصته طبعا مشهورة في فتح مكة، لما حاطب ابن أبي بلتعة أرسل برسالة إلى إيه؟ إلى قريش يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. دي في لغة العصر دي اسمها إيه عندنا؟ خيانة عظمى، بيطلع أسرار الدولة، خيانة عظمى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل له بذلك، وقصة معروفة لما بعد سيدنا علي بن أبي طالب قال لهم ستجدون امرأة في مكان يعني معين روضة خاخ، فذهبوا إليها وخدوا منها الرسالة، فلما جاءوا بها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حاطب يعني اعتذر، قال له يا رسول الله إني كنت امرأة ملصق بقريش يعني لست من أصلهم، فحبيت أن يكون لي يد ولم أرغب يعني عن الإسلام أو أن أنا ده رد عن الدين أو كده، فاعتذر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر. بعض الصحابة أراد أنه يفتك به، دعني سيدنا عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فلعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيعني كان هذا موقف من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إقالة أصحاب الإيه؟ أصحاب العثرات لما حصل، أصحاب الهيئات لما حصلت له يعني عثر. كان هذا مجمل الكلام عن الأصل التاسع من أصول الدعوة وهو الحكمة، وبقي لنا بعض الأصول إن شاء الله نحاول نختصرها في المرة القادمة.